ودلوقتي ناخدكم في جولة سريعة نعرف فيها أخبار الطقس ونروح لدينا شرف. دينا بشكرك يا احمد، فعلا دلوقتي جه ميعادنا ونطمنكم على الحاله الجويه بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لكن بالليل الطقس هيكون معتدل على كافه الانحاء. النهارده في نشاط الرياح على اغلب الانحاء بالجمهوريه، وهتكون مثيره الرمال والاتربه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. علشان نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو معانا على تليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. عايزين نطمن من حضرتك عن حاله الجو النهارده، خصوصا ان احنا امبارح يمكن حضرتك قلتي ان في ارتفاع ملحوظ النهارده وان ذروه ارتفاع في درجات الحراره، وعايزين نعرف كمان امتى هتخلص. بالفعل استاذه دينا، احنا يمكن بدانا من الامس ارتفاع في درجات الحراره، ذروه ارتفاعات درجات الحراره اليوم نشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه. درجات الحراره بتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي 8 ل 9 درجات على اغلب الانحاء ايضا. الطقس خلال فتره النهار هيكون شديد الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، خلال فترات الليل هيكون معتدل الحراره ايضا على اغلب الانحاء. كمان اليوم بعد فتره الظهيره هنلاحظ نشاط للرياح، سرعات رياح ما بين ال 40 وال 50 كيلو متر في الساعه. احنا طبعا بنتاثر بوجود منخفض جوي خمسيني بيجلب كتل هوائيه جنوبيه غربيه بتعمل على ارتفاع درجات الحراره، وبالاضافه كمان لنشاط رياح المثير للرمال والاتربه على اغلب مناطق الجمهوريه، وده بدوره ممكن يؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على بعض الطرق خاصه الاماكن المكشوفه والطرق الصحراويه. بالاضافه كمان النهار في فرص لسقوط الامطار اليوم على بعض المناطق من اقصى غرب البلاد، لكنها هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره على اعمال الانشطه اليوميه، وتبقى خلال فتره المساء على اقصى غرب البلاد زي مطروح والسلوم. بس ده هيأثر اكيد او هيقلل من شده الرياح المثيره للرمال والاتربه، الامطار دي بتكون لطيفه يعني. هي بالفعل يمكن الرمال والاتربه بدات الان على مطروح، لكن الامطار هتبقى خلال فتره المساء، فده مش هيأثر على الرمال والاتربه لان الاتربه بدات بالفعل، هو ده هيعمل تهدئه للرمال والاتربه خلال فتره المساء باذن الله على المناطق الموجوده في غرب البلاد. طبعا احنا متوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره غدا الاثنين، لكن طبعا هتبقى تنخفض عن اليوم مقارنه باليوم. احنا اليوم بنقول العظمى على القاهره الكبرى 39 درجه مئويه خلال فتره النهار، لكن غدا متوقع تكون 33 درجه مئويه فتنخفض، لكن لسه درجات الحراره اعلى من المعدلات. لكن التحسن الملحوظ في الاحوال الجويه هيكون يوم الثلاثاء القادم باذن الله، هتنخفض درجات الحراره بحوالي 6 ل 7 درجات، نبدا ثاني نعود للاجواء الربيعيه المائله للحراره والمعتدله خلال فتره النهار، مائله للبروده خلال فترات الليل باذن الله. اوقات ناس كتير بتسال نبدا كده احنا هنودع الشتاء ونبدا لبس الصيفي، ولكن المصريين عاده ما بيبدوش يبداوا يلبسوا اللبس الصيفي الا بعد شم النسيم، هل ننتظر شم النسيم بالفعل ولا نبدا من دلوقتي؟ لا بالفعل ننتظر، لان احنا لسه بنقول ان احنا بعد ارتفاعات درجات الحراره هنشهد مره اخرى انخفاض في درجات الحراره خاصه خلال فترات الليل، هنرجع تاني درجات الحراره تنخفض ونحس بالبروده خلال فترات الليل، فاحنا لسه على الاقل خلال فتره الليل محافظين على الملابس الشتويه على الاقل الشتويه الخفيفه. كمان طبعا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، ده هيساعدني في عدم الاحساس بارتفاع درجات الحراره. اصحاب طبعا كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، تجنب التعرض للاتربه والرمال المثاره، لو انا هضطر للخروج يبقى دايما في كمامات ونضارات شمسيه، ودايما المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان فصل الربيع معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمتابعه النشره شيء مهم جدا في الفتره دي. عايزين نطمن على القاهره الكبرى، هل الاتربه والرمال هتكون شديده زي السواحل الغربيه والشماليه ولا هتكون اقل حده؟ هي طبعا سرعات الرياح بتبقى اقل على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لكن طبعا هيشمل عليها اتربه ورمال مثاره اقل من سواحلنا الشماليه الغربيه، لكن طبعا اتربه ورمال مثاره قد تؤدي خاصه في المناطق المكشوفه والطرق الصحراويه المدن الجديده لانخفاض الرؤيه الافقيه. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نستعرض درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 39 والصغرى 22، الاسكندريه 38 21، مطروح 36 19، سيوه 39 18، بورسعيد 34 21، دمياط 34 21،
الإسماعيلية 40 و21، السويس 38 و21، العريش 38 و21، طابة 35 و20، كاترين 32 و15، شرم الشيخ 36 و25، الغردقة 35 و24، الفيوم 40 و22، بني سويف 40 و22، المنيا 41 و23، أسيوط 41 و22، سوهاج 41 و23، قنا 41 و24، الأقصر 42 و24، أسوان 42 و25، الوادي الجديد 42 و22، وشلاتين 35 و19، وأخيرا حلايب 32 و19. النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، نرجو من حضراتكم توخي الحذر خصوصا في ساعات الصيام، ما نقفش في أماكن فيها شمس، نحاول إن احنا بعد الفطار نشرب كميات مية كتير. النهاردة هرجع مرة تانية لأحمد طبعا وهدين عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير. شكرا لك يا دينا، وبضم صوتي لصوتك يعني بالالتزام بهذه الإجراءات. المية بعد الفطار مهمة جدا خصوصا النهاردة إن شاء الله. شكرا.